اهلا وسهلا مشاهدي قناة ساتي في سبور في موجز الاخبار. حزن واسى عمت جميع المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي لجماهير الوداد الرياضي بعد ان وافت المنية احدى المشجعين البارزين للفريق الاحمر مصطفى التويزر بعد مرض عضال لم ينفع معه علاج. وقد وري جثمان الفقيد عصر يوم امس بمقبرة الرحمة بحضور اهل الفقيد وانصار نادي الاحمر، فيما نشر الموقع الرسمي لنادي الوداد الرياضي بلاغ تعزية أيضا مرفوقة بصورة الفقيد. وبدورنا كطاقم تقني وإداري لموقع سات تي في سبور نتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد والأسرة الودادية. علمت سات تي في سبور أن السلطات المحلية فرضت على بعثة الرجاء الرياضي الدخول في حجر صحي لمدة 10 أيام كاملة مع القيام بفحص كوفيد متكرر. للإشارة تمكن النصر الخضر من العودة من جنوب إفريقيا بتعادل إيجابي 1-1 ضد مضيفه أورلاندو بيراتس. هدف الرجاء الوحيد كان من توقيع اللاعب بين مالونغو، فيما تم التغاضي عن ضربة جزاء حقيقية للفريق المغربي من طرف حكم اللقاء ولقي سياء كبيرا من لدن المتتبعين الرياضيين. البوتسواني جوشو بوندو هو الحكم الذي سيقود إياب ربع نهائي عصبة أبطال إفريقيا لكرة القدم، والتي ستجمع بين الوداد الرياضي ومولودية الجزائر على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء السبت القادم على الساعة 17:00. ويشار أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 على أرضية 5 جويلية بالعاصمة الجزائر. وفي الأخبار الوطنية، عين المكتب المسير لفريق شباب محمدية رشيد روكي مدربا للفريق خلف الأمير بن هاشم بعد سوء النتائج المحصلة في البطولة الاحترافية لكرة قدم ومنافسات كأس العرش. عين فريق المغرب الفاسي لكرة قدم بشكل رسمي مدربه الجديد الذي سيقود الفريق خلال الشطر الثاني من البطولة الاحترافية لكرة القدم التونسي فتحي جبال بمساعدة عبد الحي بن سلطان، خلف للمدرب الذي تم الانفصال عنه في وقت سابق ميخيل غاموندي. يواجه فريق الوداد الرياضي بعد غد الثلاثاء فريق اولمبيك اسفي بمركب محمد الخامس على الساعة 9:30 ليلا، فيما من المتوقع ان تتأجل المباراة المرتقبة بين مولودية وجدة والرجاء الرياضي التي كانت مقرر اجراؤها الخميس القادم، وذلك بسبب دخول لاعب الرجاء الرياضي في حجر صحي بعد عودتهم من جنوب افريقيا. نكتفي بهذا القدر مشاهدي قناة ساتي في سبور، دمتم بخير وإلى اللقاء.